أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. عاد للبلاد ظهر أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، والذي رافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال الزيارة في تصريح صحفي بمطار خرطوم، إن رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أكد خلال جلسة المباحثات الرسمية على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين. عقدت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة اجتماعا بالقصر الجمهوري بكامل عضويتها برئاسة النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد خليفة. وناقش الاجتماع مخرجات وتوصيات الورشة التي نظمتها اللجنة بالقصر الجمهوري تحت شعار وطن آمن. وقال المقرر والمنسق الفني للجنة عبد الهادي عبد الله في تصريح صحفي، إن اللجنة أكدت أهمية استمرار عملية جمع السلاح في كل ولايات البلاد خلال العام 2023 بالتركيز على ولاية الخرطوم. وأضاف أن اللجنة قررت إقامة حملات أمنية خلال الأيام المقبلة لجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة في ولاية الخرطوم وولاية السودان الأخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دجلو أن أبواب السودان مفتوحة للشركات العالمية كافة للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الإنتاج. ورحب سيادته خلال مأدبة العشاء التي أقيمت على شرف ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي برفقة وفد استثماري من مختلف دول العالم. ورحب بالوفد الزائر وأكد جاهزية الحكومة السودانية لتقديم التسهيلات للمستثمرين الدوليين كافة وتذليل كل المعوقات التي تواجه عملهم، مؤكدا قدرة السودان على تحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم بما يمتلكه من أراض خصبة وشاسعة. أكد مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ضيو ماتوك عدم إجراء أي تعديل في اتفاق جوبا لسلام السودان خلال جلسات اللجنة الفنية لورشة تقييم تنفيذ الاتفاق. وقال إن هنالك تعديلات في المصفوفات المنفذة بغرض رفع معدلات التنفيذ. وأشار سيادته في تصريح صحفي بجوبا إلى أن اللجنة المصغرة التي شكلتها اللجنة الفنية للورشة راجعت جداول مصفوفات مسارات الاتفاق خلال اجتماعها ووضعت مصفوفة على نهج جديد من خلال تصنيفها إلى 3 مجموعات. وأضاف أن التقرير سيقدم لرؤساء التنظيمات والحركات اليوم، معلنا أن التوقيع سيكون يوم 18 فبراير الجاري. ورياضيا، تمسك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بقراره السابق بمنع الحضور الجماهيري بالجوهرة الزرقاء في اللقاء المرتقب بين الهلال السوداني والأهلي المصري عصر السبت المقبل، حيث يلتقي الهلال بالأهلي المصري 3 عصر السبت المقبل بإستاد الهلال ضمن الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال إفريقيا، وتعتبر مباراته المقبلة الأولى على ملعبه، بينما يلعب الأهلي المصري مباراته الأولى بعد تأجيل مباراته مع القطن الكاميروني لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية. نهاية الموجز مشاهدينا من قناة الشروق، دمتم في أمان الله.